افتتح معهد الصحافة وعلوم الإخبار الماجستير المهني في مجال الصحافة الاستقصائية، وهي المبادرة الأولى في هذا المجال الجديد الذي لم تسمح الفرصة من قبل لتدريسه. هذا الماجستير ستكون محاوره مراوحة بين العمل الميداني وبعض الدروس النظرية المكملة لثقافة العمل الطالب. الإطار العام بعد 14 جانفي هو فرصة سانحة لتطوير مجال الصحافة، لأننا لا يمكن أن نتحدث عن مسار ديمقراطي دون صحافة حرة، دون صحافة مستقلة، دون صحافة تكون هي سلطة رابعة، والسلطة الرابعة تترجم انطلاقا من البحث والسعي فيما يهم الناس ومصلحة الناس، والتحقيق الاستقصائي هو هدفه الأساسي هو المصلحة العامة، كيف نكشف الخلل والفساد الذي ينخر المصلحة العامة لفائدة فئة ضيقة من الناس. الماجستير هو ثمرة جهود العديد من الأساتذة، الأساتذة الذين سبقوني في تدريس التحقيق على مدى سنوات وكانوا يعني يشعرون بهذا العاجز أمام يعني عدم تمكين الطلبة من القيام بأعمالهم الميدانية على الوجه الأكمل، واليوم الفضاء القانوني والإطار القانوني يتيح لنا يعني تطوير مناهجنا التعليمية وتدريس الصحافة الاستقصائية وهي مهمة جدا. الصحافة الاستقصائية ليست صحافة رأي، هذا ما أشار إليه الأساتذة والمحاضرون، حيث يعتمد هذا المجال على تقنيات ومبادئ أساسية على الصحفي الالتزام بها. إذا هي احترام أخلاقية المهنة، ويعني ذلك مثلا عدم التعدي على الحياة الخاصة للشخص المتهم في قضية ما. ثاني شيء أنك لا تطلب هذا الشخص وإن كان مجرما ولا تشتمه، ما تعملش صورة لي قدم صورة ليه ديغرادونت، معناها تحط من قيمته. الاستقلالية أنه لابد أن الصحفي يكون مستقل عن السلطة السياسية والاقتصادية وكلهم السلطات الكل، معناها خاصة المالية، وإلا إذا كان هو باش يكون تابع السلطة تسرب له أخبار، فهذه الأخبار مشكوك مش في صحتها، ممكن تكون صحيحة لكن تنجم تكون تسريب. المهنية مهمة جدا، علاش؟ لأنه إذا كان الصحفي لم يكن متمكنا من مفهوم الصحافة الاستقصائية فإنه لن يقوم باستقصاء، يعني الأغلب يقومون بما يسمى تحقيقا ويعتبرون أنهم قاموا باستقصاء، والفرق هو يبدو واضحا لكنه صعب. يعني الاستقصاء هو لابد أن تكون هناك قصة فيها السر، وهذا السر تكون هناك إرادة حقيقية للتعتيم عنه. صحافة الاستقصاء انطلقت أساسا من المدونات وما يعرف بصحافة المواطنة، وهذه التجربة الجديدة جسدت انفتاح المعهد على التجارب الأخرى خاصة في العالم العربي، واعتمدت على شركاء للتكوين والتدريس في مجال الصحافة الاستقصائية. بعدنا في البداية، لا في عنا ثورة اجتماعية من حيث العدالة بين الجميع، حق الحصول على المعلومات موجود في 3 دول لكنه موجود في الاسم وليس في الفعل. فيش عنا أي رغبة من المجتمع في كشف أمور مستورة، لأنه المجتمع ما بحب يعلق الغسيل الوسخ ولا بحب أنه يمرق في مرحلة نقد ذاتي، بالإضافة إلى كل التحديات الأخرى. مرات كثيرة بشعر أني أنا مثل اللي جالس بيتفش عربي مليانة بالحجارة، بيقودها حمار وعم بحاول أتفش فيه على طلعة كبيرة، وممكن بأي دقيقة يوقف ويرجع لورا. اشتغلنا مع زملائنا في معهد إبسي، اشتغلنا مع الكابجي السي في تكوين الأساتذة الأكاديميين على منهاج دليل أريج اللي هو معتمد في 9 دول عربية. دربنا كمان 30 صحفي من مؤسسات عامة وخاصة، ودربنا 10 مشرفين صحفيين لكي يساعدوا هؤلاء الصحفيين اللي هن في بداياتهم. في هذه الفترة الانتقالية التي تمر بها تونس، تلعب وسائل الأعلام دورا فعالا في دعم المسار الديمقراطي، حيث أخذ الأعلام على عاتقه دور الرقابة وتكريس حق المواطن في المعلومة، والحاجة إلى تكوين في مجال الصحافة الاستقصائية أصبحت ملحة لتوفير ظروف مهنية وقانونية ملائمة بعيدة عن الاعتباطية والارتجال للارتقاء مستوى الصحافة التونسية ما بعد 14 جانفي. لقناة القلم الفضائية، كانت معكم أميرة مقني من معهد الصحافة وعلوم الأخبار تونس.